معايا الكابتن الكبير اللي اشدت بيه من شويه، كابتن علاء عبد العال، اللي عمل مباراه كبيره جدا امام نادي الزمالك. اللي اتفرج على المباراه بالكامل منذ الدقيقه الاولى، او تحديدا كمان بعد الهدف اللي سجله الزمالك، شكل هجومي محترم، فرص كثيره جدا للداخليه، والمخاطره الكبيره اللي عملها في اخر ربع ساعه، مخاطره محسوبه طبعا، الفريق كان متاخر بهدف، مخاطره هجوميه بالتبديلات كبيره جدا، قدر في النهايه ياخد اللي عايزه من المباراه، تعادل ايجابي امام نادي الزمالك، تعادل يحفظ للداخليه ولو بعض الحظوظ كمان في صراعه في منطقه صعبه، منطقه الهبوط. الكابتن الكبير كابتن علاء عبد العال، مدير الفني لفريق الداخليه. يا كابتن علاء، منور الدنيا. اهلا بيك كابتن كريم، وبشكر على الكلام المحترم اللي بتقوله ده. اقل من حقك، مباراة كبيرة جدا منك النهارده ومن فريق الداخلية بشكل عام يا كابتن علاء. الحمد لله كابتن كريم، اشتغلنا بشكل كويس مع النادي الزمالك، ذاكرناه من خلال طريقة لعب الراجل الجديد اللي الكل بيقول طريقة جديدة، اشتغلنا احنا كناحية عملية في الملعب في التدريبات، وقدرنا نطبقها النهارده بشكل كويس قوي، وقدرنا ان احنا نحافظ على النواحي الدفاعية بشكل كويس، وقدرنا نوصل كتير لمرمى نادي الزمالك، يمكن ضعنا أكثر من ثلاث أربع أهداف محققين في الشوط الأول. صحيح. وزيهم برضه في الشوط الثاني بتوقيت محمد صبحي. صحيح. حتى الهدف اللي دخل فينا كان هدف نتيجة خطأ أو تكاسل من اللعيبة في الاستناد السريع أو التمركز السريع في الضربة الركنية، ولعيبة الزمالك استغلوا خبراتهم فيها. صحيح صحيح. سواء من شيكابالا أو من زيزو أو من زيري، استغلوها وقدروا يحرزوا الهدف في الوقت اللي إحنا أفضل فيه، وزي ما حضرتك قلت بعديها اعتقد احنا تفوقنا تماما على نادي الزمالك، وقدرنا نوصل لاكثر من كوره، وكوره طلع من على خط المرمى وصبح بينقذ. اداء انا بشكر اللعيبه عليه، اداء تكتيكي عالي، قدروا ينفذوا بشكل كويس. في النهايه ما خسرناش، وده كان مهم جدا. صحيح. مع فريق زي نادي الزمالك، فريق كبير بيضم نجوم كبار، اسم كبير طبعا، ان احنا ما تخسرش مباراه زي دي وتقدر ترجع تاني بعد ما كنت خسران في وقت مهم جدا في نهايه المباراه. يعني اعتقد نقطه في المشوار ده. صح. مش وحشه، مهمه طبعا، مهمه بكل تاكيد امام نادي كبير زي نادي الزمالك. لحظه ضربه الجزاء اللي اضاعها زيزو قبلها، شفت وكان احباط على وشك لما الكاميرا جت عليك، وشفت حماس كبير جدا بعد ما ضاعت الكره من زيزو، وكانك بتقول للاعيبتك الامل رجع لنا، احنا نقدر نسجل هدف التعادل. والله بص يا كابتن كريم، هو الاحباط جاء الاخطاء الساذجه اللي بتتكب وبتكلفنا اهداف. صح. يعني الكره ضربه الجزاء دي المتناول بتاعنا، واللاعب الافريقي كليتشي كان ممكن يشتتها افضل من كده، ما بتقفش هنا وتيجي توقفها تطول منك، يقوم اللعيب الزمالك حاطط رجله وانت واخد رجليه وتلاقي هدف ببلاش جاي فيك. صح. يخسرك مباراه في وقت يعني في وقت انت عامل مجهود كبير جدا للتعادل. وقت انت بتبذل مجهود كبير وعايز تتعادل ومضيع اجوال كتيره، وتلاقي نفسك في الاخر طالع خسران 2-0 بخطا ساذج، وزي الهدف الاولاني اللي دخل فينا. فدي عملت لي احباط وزعل، انما يعني برضه ارجع اقول هي دي قدرات اللعيبه اللي معانا يعني. انما طبعا بعد ما الكوره خرجت، لا حسيت ان ربنا عادل. يعني احنا بذلنا جهد كبير ووصلنا كتير، ما ينفعش ان احنا نخسر يعني. فالحمد لله ربنا كرمنا، كانت طبعا نقطة فارقة ان الكرة دي ما تخشش هدف، كان هدف تاني كان هيصعب الامور شوية. اعتقد ده شيء كويس جدا يعني. الحمد طيب. لله. انا عارف ان انت من المدربين اللي في الدوري المصري اللي زي بيقولوا كده بين قوسين مكتوب عليهم المعاناة، كل موسم يبقى عندك صعوبات مع فرق يعني كلها تعاني في زي جدول الترتيب. السنة دي متفائل ان الداخلية يبقى في الدوري؟ يا رب اتمنى. اتمنى. يعني هو التفاؤل موجود طبعا. معانا اكثر من خمس او ست فرق قريبه من بعض. فاضل خلاص امتار اخيره، بتتكلم في خمس مباريات او خمس اسابيع فاضلين. النقطه غاليه وثلاث نقاط اغلى. اتمنى وبنبذل كل الجهد والله يا كابتن كريم، متأكد، مع اللعيبه دي الصغيره ان احنا نبقى بفريق الداخليه في الدوري الممتاز. هيبان خلال المباراه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق يا كابتن علاء. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن علاء عبد العال، المدير الفني لفريق الداخليه بعد التعادل مع نادي الزمالك اليوم في الدوري المصري الممتاز.